شوكيف. السلام عليكم يا حركة زومبي كيلر تشكي اليوم. هذا الفيديو اللي هو عندنا اليوم يا جماعة مقطع مختلف. زي ما تشوفون في عنوان الفيديو اشتهرت في الفترة الأخيرة مقاطع بنوع أتحداك تشوف هذا المقطع وما ترتاح. وات؟ لا هذا يا جماعة ما. كيف مقطع يخليني ارتاح نفسي؟ كيف؟ معليش يا جماعة بس اول ما اقرا هذه العناوين احسها خرابيط. فبما ان اليوم ويكند وكل اسبوع جالدين اجلد يعني. يا جماعة والله من قلب والله من قلب طالع. فقررت اليوم اني اشوف مثل هذا النوع من المقاطع. طبعا عنوان المقطع شباب تراي نوت تو فيل فيل اوكي. طبعا عنوان المقطع شباب try not to feel good challenge. حاول انك ما تشعر انك جيد. حاول انك ما ترتاح نفسيا وانت تشوف هذا المقطع تحدي. ابو الترجمة اتحداك تشوف المقطع وما ترتاح نفسيا. هذه الترجمة. شوف طبعا شوف النسبة يا جماعة 99.97 يعني لاحظوا النسبة فيها دقة مو طبيعية يعني. المهم يا جماعة أنا جدا استمتع بهذا النوع من المقاطع. فإذا تستمتعوا اكتبوا لي في الكومنتات إذا ودكم مقاطع أكثر من هذا النوع واشتركوا في القناة إذا كنتم مشتركين. لا تنسون اللايك. المهم خلونا نشوف هذه النوعية من المقاطع. طيب بسم الله يلا. أوكي طبعا يا شباب إذا هذا أيوة طيب يا سلام العزف. ايوه 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 هذا الطبلون صفر 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 صفر. طيب الله هذا حلو يا سلام. هذا وش هذا سلايم؟ اوه والله رهيب. طبعا يا جماعه الخير بالنسبه لي انا اشوف هذه الاشياء خرابيط. ما ادري اكتبوا لي في الكومنتات يا جماعه وش رايكم يعني. حتى بعد ما تشوف المقطع اكتبوا لي وش رايكم. انا بقول وش رايي طبعا. اوكي وش هذه؟ وش هذه مكنسة؟ ايه مكنسة. طيب عادي. طيب اوكي بركب خشبة على خشبة بالملي. اوكي اوكي في ناس تنرفز طبعا من هذه الاشياء. انا عن نفسي لا ليش لا. سلام. اووو رهيب يا سلام. حلو يا لا 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 لا. اوكي رسم. انا اعشق هذه الاشياء خصوصا الالوان اللي نختارهم. انا اعشقها. ايوه يا سلام يا سلام سلام. اكتبوا لي يا جماعه خير في الكومنتات من اللي عنده فن الكتابه او الخط الحلو. اكتبوا لي في الكومنتات. ايوه اوكي وش بيسوي؟ بقصها؟ ليش هذه ترفز هذه؟ هذه مرة ما اوكي. طيب كرات زرقاء اوكي. اوه والله رهيب. سلام. اوكي هذا وش هذا رسم؟ ستيف جوبز؟ كان ستيف جوبز؟ لا والله مو كان ستيف جوبز. كيف يعني؟ اعطونا افسر الموضوع كيف. ايوه الله ابداع والله ابداع. ايوه من هذه الشخصيه؟ ما عرفت هالامان. اللي عرفها يا جماعه اكتب لنا في الكومنتات. كبير العب يا المساحه الرهيبه العب. وات وش هذا؟ ايوه ما اشوف عدل. اوكي الله هذا انا هذا بالنسبه لي خلاص. الله هذا ايس كريم اتوقع. اوكي هذا ما ادري. اوه هذا كانها بالونه او فقاعه. فقاعه على طول بالونه. وش بالونه؟ طيب اوكي بشيل شيء من. طيب عادي. لا والله هذا عادي ما ادري ما ادري. اكتبوا لي يا جماعة الخير في الكومنتات. لا والله مرة 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 عادي. اكتبوا لي في الكومنتات شباب وش أكثر لقطة خلتكم مرتاحين؟ وأنا إن شاء الله بقول لكم. أوكي؟ بيسبول. سلام.
يوه واو واو شوف الماي الله انا اعشق اعشق زي كذا انا اشوفها ابداع هذا فن يا جماعة سلام سلام شاب اللي عنده زي هذا الفن يعني الله مبدع يا اخي ضبطني براسي بشي لا 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 شعور غريب شعور غريب ما ادري اوكي ايوه اوكي اوراق بلوت اوراق بلوت ايوه وش بسوي فيها طيب والله اوراق البلوت خل عندكم هذه اللقطة اوراق البلوت شيء خرافي اوكي هذا وش بسوي فيها اوكي اكتب مذكرات الله الابداع يا اخي المقطع فيه مواهب مو طبيعية سلام الله والله حلو يا جماعة والله مثل هذا النوع قطعة ما توقعتها تأثر والله حلوة يا سلام هذا يرسم على سيراميك صح؟ واو يا فنان شوفوا كيف والله فنان والله فنان يا ولد شوفوا لعيب جماعة أنا بسكت خلاص أنا مستمتع ايوه انا ما اقدر هذه انا ما اقدر على يا رهيب رهيب واو شو كيف ايوه وش هذه وات وش هذه اوه هذه نبتة والجذور على ما تطلع واو سبحان الله واو شباب اذا مستمتع بالمقطع لا تنسى اللايك واشترك في القناة اذا كنت مو مشترك ايش قاعد تسوي؟ اوكي حلو واو واو اتوقع هذا نفسه اللي سوى المرة اللي راحت هذيك السيراميك نفسها لعين يا اخي يا الله رهيب رهيب اوكي ابي قصص كيك ها ما 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 لا لا لا, لا. هذا مو انا مو انا لا لا اوكي يعني لا 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 مو مريح لا عادي وكل واحد يقصص كيك عادي اوكي هذه هذا رهيب شوف كيف تسيح الله الله شهانة ها اوكي الله الله مع اني ما احب الحالة واجد لان كيف الحالة يا كيف الحالة الرسم بشكل عام احسه شيء رايق بشكل عام يا سلام يا سلام يا اخي وش هذه الاشياء يا اخي والله رهيبة واو اوكي قطرات الماي هي تنزل لا 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 مو مريح صراحة مو مريح اوكي اوكي حلو وش قاعد تسوي قاعد ينظف الزرع اتوقع او ينظف البتاع حق الزرع اوكي هذا رهيب هذا رهيب حلو والله حلو شوف كيف اللون يتغير اوه رهيب والله رهيب اوكي ايوه زي الشلال يعني اتوقع زي الشلال يقصد اوكي حلو الله الله ايه ايه اقصد زي الشلال والله رهيب والله رهيب اوكي فراولة لا لا انا ما احب زي كذا لا زي كذا استمتع زي كذا قمة المتعة الله شوف شوف اوه رايق يا اخي خلص المقطع؟ لا والله باقي اوه مستمتعين باقي دقيقة روح لا 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 شوكليت اتوقع هذا اوكي لا طيب ايش قاعد تسوي انحت اتوقع نحت سلام
يا سلام. الله. واو. واو. والله شباب قبل ما ابدا المقطع قلت اقول بيني وبين نفسي معليش يعني وش اللي اكون مرتاح بسبب مقطع. بس والله يعني شيء رهيب ما توقعت والله. اوكي وش سوى؟ ما شفت بالضبط كنت قاعد اسولف. يا كابتن وش سويت؟ واو هذه مركبة حقيقية؟ ما اتوقع. الله انتهى المقطع. والله ممتع. والله يا جماعة الخير انه ممتع. ما توقعت. اوكي. لا انا اعترف اني كنت غلطان. لا انا اعترف انه ما عندي سالفة وفعلا هذه المقاطع تريح. واو. طيب يا جماعة إذا تحبوا مثل هذا النوع من المقاطع اكتبوا لي في الكومنتات واشتركوا في القناة إذا كنتم مو مشتركين. فاكتبوا لي في الكومنتات وش أفضل لقطة بالنسبة لكم. أتمنى وصلتوا في المقطع. إذا تبغوا مقاطع أكثر من هذا النوع اكتبوا لي في الكومنتات ولا تنسوا دعمكم. لا تنسوا هايك. هذا اليوم كان معكم كل هذا وزوجي في الأرتشيو. مع السلامة.